انا معيش بس هيك. انا من جبل الزيوي، اسمي امني المصطفى العوض. والله عيشي لحالي لا الله، عيشي من تحنين العالم ومن اهل الخير. جوزي ميت من 35 سنه. لا لا والله، امبارح الساعه 8:30 اخذوني طلب وكيل الله على الدكتور جواريني، وتاني يوم اخذوني كمان على حكيم الداخلي مع شرايين مسكره، 3 شرايين. وليش ما تعملي عملية؟ ما قلبي ما تحمل العملية، مع ضعف. بتدفى جيراني بجوري طفطوف زيتون من هذا الرفيع وقنينة، اوقات بحط فيها وقت بيعطوني، ما بيعطوني ما لا بقدر اروح على مطرح ولا بقدر اجي. ما بقدر، معي قلبي وما بقدر. من الساعة 10 من قوم كون دخلت، من قوم كون دخلت اخذوني على الدكتور ولا تبي الا على الشكل، 3 شرايين مسكره. ومالك تروحي يعني، قال لي مالك تروحي على مطرح. وقلبي ما بيتحمل العملية. والله أكل ما بقدر، ما أكل ما بقدر، ما هاد بيجيب لي طاسي وهاد بيجيب لي طاسي، ما بقدر ما أكل أبدا. بحلم عيش بس هيك. يعني عيش بدي مادي عيش فيها يعني دي. لا معي أتحكم، لا معي أشتري، لا معي أكل، لا يعني شلون بدي أسوي يعني هيك بعيش. بريد.